تنديروا النحل، تنديروا العسل، خلاص ترعاو المغرب كامل، وتنديروا كسكسو الشعير، كسكسو الذره، كسكسو بركوكوس، تنقولوا بركوكوس تنقولوا المردوس في بلادنا، الكسكسو القمح سميتو البودره ديال الحمص، البودره ديال الذره، هذا البودره ديال الخرطال ديال حنا تيقولوا الشوفان تيقولوا خرطال، حنا تنقولوا لبلادنا خرطال. هذه واحد الاكله تندير فيها القطاني كامله، تاكلوا صحاب الكوليسترول صحاب السكر. الراجل ماشي هي زادنا بزاف من المعنويات ديالنا، هزنا من المعنويات ديالنا، حيت كانوا العيالات ما تيخدموش في الدوار، ولاو مساكن تيفتلوا الطعام، تيديروا حتى هما الزيت، تيديروا علوانه، الا ما لقاو ما يديروا تيكبسوا المعدنوس. ها هو المعدنوس، هذه اللي قامه شوف تتكبس هي. المهم المنتوج عندنا هاد البلاد كله تنحاولوا نديروا عليه تطويرات، وتيبيعوا مساكن حتى هما ولاو بالفلوس، حتى هما ولاو تيشريوا الحويجات، حتى هما تيخصهم شي حاجه تيشريوها. بالنسبه للتعاونيات تاسست 2005، وكانت كتنتج هذا الشيء ديال الاعشاب الطبيه، عشبات ازير التي هي بواحد المساحه اكتريت من طرف المندوبيه الساميه للمياه والغابات تفوق 3400 هكتار، وكان نوجدوا واحد الشغل موسمي للمنطقه للشباب للنساء للرجال ما يفوق تقريبا 150 يوم عمل كل 3 اشهر. بالنسبه للمعارض حنا كنحضروا فيها باش نشوفوا يكونوا شي ناس اللي غادي يبغيو هذه المنتوجات اللي كننتجوا، ونقدروا نديروا معاهم اتفاقيه. التعاونية الفلاحية لتربية النحل من جامعة بورد إقليم ديال تازة تأسست 2012، حاليا بدات بسبعة منخرطين، حاليا عندها 12 منخرطين. كنخدموا على المجالات على المنتوجات المحلية، منها العسل، الزيت، اللوز، الزبيب، القرقاع، الشريحة. استفدنا من المبادرة في 2012 بالسيارة ديال النقل، كنقلوا فيها النحال، كنقلوا فيها المنتوجات ديال التعاونية. الصفة ديال المعارض كنديروا كنتعرفوا على الناس، كنتعرفوا على تعاونيات أخرين، كنتعرفوا على الزبائن كيجوا من برا المدن الأخرين ديال المغرب بحال كازا والرباط، كنتلاقوا معاهم هنا، كنتعرفوا كيكون تعرف كبير. إذن الغرفة الفلاحية كتشرف مرة أخرى بتنظيم المعرض الجهوي للمنتجات المجالية في الدورة ديالو السادسة. هذا المعرض اللي كيجي في إطار البرنامج السنوي للغرفة الفلاحية، وكذلك في إطار الاستراتيجية ديال الغرفة من أجل مواكبة ودعم التنظيمات المهنية الفلاحية. الدورة ديال هذه السنة غادي تعرف فقرات متنوعة ومتعددة، فبالإضافة لهذا الفضاء ديال العرض اللي حاولنا من خلاله أننا نخلقوا فرصة للتعاونيات من أجل تسويق المنتجات ديالهم، فغادي يكونوا مجموعة ديال الورشات الثقافيه والفنيه والعلميه، وغادي يكون يوم دراسي اللي غادي نحاولوا نسلطوا الضوء من خلاله على الفرص اللي ممكن نتيحوها للشباب القروي من اجل ادماجهم في عالم ديال الشغل.